عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة، والذي نسلط الضوء فيه على ما جاء في المواقع الإلكترونية وفي الصحافة العربية، ونستعرض بعضا من مقالات الرأي والتحليل ومنشورات ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. والبداية من عناوين الموقع اليمني المصدر أونلاين. المصدر أونلاين: رئيس الحكومة يوجه بصرف رواتب الوحدات الإدارية المتبقية بمحافظة تعز. اجتماع للجنة الأسرى في عمان يوم غد للوصول إلى القوائم النهائية. الأمم المتحدة: 10 ملايين يمني يعانون من الجوع الشديد. وقفة احتجاجية لأعضاء نقابة هيئة التدريس بجامعة حضرموت للمطالبة بحقوق مالية. قائد محور تعز يشدد على رفع الجاهزية ووضع حد لانفلات أفراد الجيش. وزير النقل يتفقد موقع مطار سيئون الدولي الجديد في الهضبة الشمالية. اجتماع الحديدة: كامرت ينتظر ردود طرفي النزاع حول مقترح متعلق بالانسحاب من المدينة. مأرب برس: قائد محور صعدة يوجه دعوة هامة لكافة منتسبي الجيش الوطني بمختلف الجبهات. من قلب صعدة: مرجع زيدي بارز وأحد المقربين من عبد الملك يعلن خوض غمار الحرب ضد الأخير، متحديا كل القوى الحوثية. بموافقة جميع أعضائه، مجلس الأمن الدولي يصدر بيانا هام وعاجل بخصوص اليمن ويطالب بالتعامل معه بشكل عاجل. التحالف يستهدف مقرا لإقامة الدورات الثقافية الحوثية، ومصادر تؤكد سقوط 10 القتلى والجرحى. الحكومة اليمنية: فشل اتفاق السويد سينهي الحل السياسي. التغيير نت: قائد محور صعدة: الجيش يحقق تقدمات مستمرة في باقم وكتاف وحيدان. رئيس الوزراء: افشال الحوثيين لاتفاق السويد يؤكد عدم جديتهم السلام. الجنرال كامرت يقدم مقترحا حول الحديدة وينتظر الجواب. الحوثيون يفرجون عن مسؤول إغاثي ويبقون برئيسة منظمة بريطانية رهن الاعتقال. لقاءات انفرادية ومشتركة واتصالات بالمبعوث الأممي والفريق الحكومي يوافق بشروط والحوثيون يرفضون. الصحوانت: غارات جوية تباغت معسكرات تدريبية للحوثيين في عمران وسقوط قتلى وجرحى. مجلس الأمن يطالب بتنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة دون تأخير. العفو الدولية: الحوثيون يضطهدون النشطاء ويجب إطلاق الناشطتين النعامي والعميسي. الجيش يحرر سلسلة جبلية مهمة في كتاف بصعدة. قصف جوي ومدفعي يستهدف مواقع ميليشيا الحوثي شرق صنعاء. وكالة سبا اليماني: الحكومة متمسكة بإعلان خطط أممية مزمنة للانتشار في الحديدة مع الالتزام بتنفيذها. وزير الخارجية يلتقي وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية. محافظ حضرموت يشيد بجهود المنظمة الدولية للهجرة. متحدث التحالف: 1129 قتيلا حوثيا خلال نصف الشهر و1080 خرقا نفذتها الميليشيا في الحديدة. انعقاد جلسة توعية للتعريف بمخرجات الحوار حول القضية الجنوبية. محل سقطرة يوقع اتفاقية لإعادة تأهيل شبكة مياه حديبو مع الصندوق الاجتماعي للتنمية. اليمن تشارك في الاجتماع التحضيري لانعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقاهرة. وزير التربية والتعليم يطلع على سير طباعة الكتاب المدرسي في عدن. اليماني: فشل اتفاق السويد سيجعل المجتمع الدولي غير قادر على إلزام الحوثي بالحل الشامل. اجتماع في شبوة يناقش التحضيرات النهائية للحملة الوطنية للتحصين ضد الحصبة. العاصمة أونلاين: قتلى وجرحى من الميليشيا في قصف جوي ومدفعي شرق صنعاء. قيادة الكتلة البرلمانية للإصلاح تلتقي السفير الفرنسي لدى اليمن. حالتي وفاة بسبب إنفلونزا الخنازير في صنعاء. رئيس الوزراء: تساهل المجتمع الدولي شجع الميليشيات وإنهاء الانقلاب مفتاح الحل. محافظ الحديدة يقلل من أهمية اجتماعات اللجنة على متن سفينة الأمم المتحدة. طالبة في صنعاء يرفضن تعسفات ميليشيا الحوثي بحق المعلمين. سبتمبر نت: اللجنة الطبية العسكرية بتعز تقر إفادة دفعة جديدة من الجرحى للعلاج. متحدث التحالف: 1129 قتيلا حوثيا خلال نصف شهر و1080 خرقا نفذتها الميليشيا في الحديدة. قائد المنطقة العسكرية الثالثة يعزي في وفاة اللواء الزنداني.
قائد محور صعدة: الجيش يحقق تقدمات مستمرة ويقترب من تحقيق النصر. قوات الجيش تحرر سلسلة جبلية مهمة في كتاف بصعدة. قائد محور تعز يشدد على المزيد من اليقظة لمواجهة أي خلايا تابعة للميليشيا. ومن المواقع الإلكترونية اليمنية إلى الصحافة العربية، والبداية من الوطن السعودية. الوطن السعودية: ميليشيا الحوثي ترهب اليمنيين بطائرات الدرون الإيرانية. الجبير: تطلع سعودي للحفاظ على وحدة واستقلال سوريا. الشرق الأوسط: اليمن يرى ستوكهولم فرصة أخيرة للحل. مجلس الأمن يشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق الحديدة. رفض حوثي لخطة كومارت وتحذير أممي من هشاشة وقف النار. الشرعية تتهم الميليشيا بعرقلة الحل وتنتقد تساهل المجتمع الدولي. العربية نت: الحديدة تصعيد حوثي ميداني بعد بيان مجلس الأمن. التحالف: إصدار 21 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية. العفو: سياسة منظمة يتبعها الحوثي لقمع ناشطي اليمن. إلى مقالات الرأي والتحليل، والبداية من مقال نشره الصحفي محمد المقبلي، تحدث فيه عن ثورة فبراير والفاشية الحوثية. لتفسير سلوك الظاهرة الحوثية علنا في سياق ثورة 11 من فبراير، لا يمكن لنا أن نفسر ذلك السلوك إلا من خلال فحص النموذج الثوري في الذهنية العليا الموجهة للجماعة. ذلك أن الجماعة التي أعلنت انضمامها إلى ثورة 11 من فبراير السلمية كانت تجد في النموذج السلمي عبئا ثقيلا يتطلب منها تأهيلا عميقا وطويلا كي تتعاطى مع هذا النموذج الذي تماهى معه الشباب من أول لحظة. والواضح أن جماعة الحوثي لم تكن تلقي بالا للنموذج الوطني ممثلا بثورة سبتمبر وأكتوبر ولا ثورات السلمية بتوجهاتها المدنية، إنما كان النموذج السلالي والإمامي والنموذج الإيراني الخميني بنسخته الفاشية ممثلا بالفاشية المسلحة والفاشية الدينية المنطلقة من زوايا الحوزة المظلمة هما النموذجان المغريان للجماعة. ولم تكن تونس أيضا تشكل منهما حقيقيا للجماعة الحوثية، إنما كان حزب الله وزعيمه هو مصدر التوجيه العربي لجماعة الحوثية. وعلى طول أشهر الثورة السلمية لم تستطع جماعة الحوثي التكيف مع النموذج السلمي، ولم تدفع بأعضائها إلى الاندماج الوطني مع الشباب في الساحات، بل التزمت عزل كوادرها ومحاولة فصلهم عن الخطاب والوعي المدني السلمي والجدل والتنوع والاختلاف الذي كانت تكتظ به ساحات الثورة السلمية. في موقع رأي اليمن مقال للكاتب الصحفي خليل العمري، تحدث فيه عن عظمة ثورة فبراير والمعطيات التي كانت تشكلها. لم يكن لثورة فبراير السلمية وهي تواجه محاولات قمعها بوحشية أن تتراجع أو تنكسر، فقد تعرضنا لقذائف الهاون في أكثر من تظاهرة سلمية وسط العاصمة صنعاء، وتم إحراق ساحة الحرية بتعز ودفعت القبائل التي منعت المعسكرات من التحرك لصنعاء لضرب المتظاهرين والقوات العسكرية الداعمة لهم ثمنا باهظا من ثورة انتقام صالح بطائراته وصواريخ الكاتيوشا والهاون. تأتي الذكرى الثامنة لثورة فبراير، الذكرى الخامسة لبدء تحالف جماعة الحوثيين مع الرئيس السابق علي صالح والانقضاض على الدولة وسط استمرار الحرب الإقليمية باليمن، والتي لا يبدو أن ملامح نهايتها قد اقتربت مع تصاعد الأزمة الإنسانية وتوحش جماعة الحوثيين التي استطاعت إقصاء حليفها الوثيق بشكل كامل من سلطة صنعاء عبر مواجهات مسلحة انتهت بمقتله. مثلت السنوات التي جاءت بعد فبراير سنوات مستقرة نسبيا مقارنة بما قبلها أو بعدها، إذ تم إجراء انتخابات رئاسية ولو صورية كان الفائز فيها سلفا نائب الرئيس اليمني حينها عبد الرب منصور هادي، وتشكيل حكومة توافق وطني ضمت كل الأحزاب اليمنية بالإضافة إلى جلوس الفرقاء اليمنيين في طاولة واحدة ومعالجة أهم القضايا الوطنية التي تسبب بها النظام السابق وأبرزها الجنوبية وقضية صعدة والاتفاق على شكل الدولة المقبلة. محسن الداعري كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك، تحدث فيه عن رحيل اللواء صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان العامة.
مثل رحيل القائد اللواء الركن صالح قائد علي الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان العامة خسارة وطنية كبيرة للوطن برمته ولأهله ومحبيه ومنتسبي القوات المسلحة بشكل خاص، بعد استشهاده يوم الأحد في أحد المشافي خارج اليمن متأثرا بإصابته البالغة في الهجوم الإرهابي الحوثي الغادر على قاعدة العند في العاشر من الشهر الماضي، ليلقى ربه شهيدا مقبلا غير مدبر بإذن الله. وتشهد وقائع التاريخ أن أبو صلاح رحمة الله تغشاه أحد أبرز مهندسي خطة تحرير عدن مع اللواء الشهيد جعفر محمد سعد محافظها الأسبق، وقبل أن يصادق عليها فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي، قبل أن ينتقل مع اللواء جعفر إلى جيبوتي للتحرك منها بحرا إلى سواحل عدن عام 2015 وكسر حصارها الميليشاوي الخانق من قبل عصابات الحوثي، ليتولى بعدها الإشراف على تنفيذ الخطة ميدانيا مع سلة من قادة الجيش الوطني. أما جهاد حفيظ فقد كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك عن الموضوع ذاته، تحدث فيه أيضا عن رحيل نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني. كل تلك التضحيات لكوكبة من رجالات اليمن وقادتها البواسل لم يثني القيادة السياسية للبلد ممثلة بالرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة من مواصلة قيادة مسيرة التحرير والبناء رغم ضخامة التضحية والفداء باستشهاد خيرة رجال المرحلة، والتي أثبتت أن تلك المناصب لم تكن شكلية بل تجسدت بهذه التضحيات وعلى سبيل استعادة الدولة من براثن الانقلابيين الذين عاثوا في الأرض فسادا. استشهاد اللواء صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان العامة هو مشروع شهيد على أفراد وضباط القوات المسلحة، والأمن والمقاومة الشعبية أن ترسخ ذلك الشعار قولا وعملا. وما التضحيات الجسيمة التي قدمتها قيادات القوات المسلحة والأمن إلا تجسيدا طبيعيا للاقتداء بقياداتهم في التضحية والفداء، وأن خسارة البلد بفقدانها رمزا من رموز القوات المسلحة وقائدا صلبا ظل يخدم إعادة هيكلة القوات المسلحة وإدارتها بحنكة قيادية فذة. طارق فؤاد البنا كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك تحدث فيه عن لجنة تنفيذ اتفاق السويد التي عقدت اجتماعها في عرض البحر. لجنة تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة ستعقد اجتماعها القادم في البحر على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة بعد تعثر إقامة اللقاء في اليابسة. الوضع يدخل خانة الكوميديا التي تميت الإنسان ضحكا بعد سنوات من الموت قنصا وقصفا وجوعا وحصارا. الحوثي لن يسلم أي شيء ولن يفي حتى بما وافق عليه ظاهرا مهما كان محدودا، حتى لو عقد الاجتماع القادم في المريخ لن يسلم الحوثي شيئا، بل ربما نرى ممثلي وهم يبسطون على أجزاء من المريخ، والأمم المتحدة ستبدي قلقها وسترسل مبعوثها 76. ناجي خالد كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك تحدث فيه عن حرق الحوثيين لكتب السنة في مكتبة المسجد الكبير في حي بني بهلول في قرية الحمام. مجموعة من الحوثيين بعد أن تم تعبئتهم من شخص يدعى أبو شهيد قاموا بالتسلل إلى المسجد الكبير بقرية الحمام ليلا وكسروا المكتبة وأخذوا الكتب التي اشتريناها بمالنا الخاص عبر سنين من التبرعات من معارض الكتاب، إضافة إلى كتب خاصة تبرع بها البعض لنشر الوعي الثقافي. ومن تلك الكتب على سبيل المثال للحصر كانت تحتوي على كثير من المتون والتراجم، إضافة إلى مجلدات لأمهات الكتب والكثير من الكتب القيمة والتاريخية. سرقها اللصوص الذي يعرفهم الجميع وقاموا بإحراقها في أسفل القرية، وتم توثيق ذلك بالصوت والصورة، ثم وضعوا بديلا عنها ملازم الحوثي. أي كارثة حلت بالبلاد وأي عنجهية وانحراف فكري يتم شحن مثل هؤلاء الصبية بعد أن طردوا الناس ونفروهم من صلاة الجمعة بالمسجد واحتلوا لترديد صرختهم، قاموا بإحراق نفائس الكتب والمراجع الدينية والثقافية والتنموية، ما فعلتها داعش حتى أنهم مغول وتتار هذا العصر. إذا لم يتم محاسبة مثل هؤلاء فلن نأمن حتى أنفسنا بعد اليوم.
إلى تويتر، حيث تطالعنا تغريدة للمحامي الحقوقي عبد الرحمن برمان، والذي كتب تغريدة تحدث فيها عن جزء مما يتعرض له المختطفون في سجون ميليشيا الانقلاب. في جلسة محاكمتها اليوم الاثنين أمام الشعب الاستئنافي المتخصصة بصنعاء، أسماء العميسي المحكوم عليها بالإعدام تتقيأ بقاعة المحكمة، وبدا عليها المرض والإنهاك، وشكت لقضاة المحكمة سوء التغذية المقدمة لها وعدم عرضها على الطبيب. أسماء العميسي وحيدة تتعرض لبطش الحوثية. وليد الراجحي كتب تغريدة تحدث فيها عن ضرورة محاكمة قضاة الانقلاب. تأخر النيابة العامة في البدء بمحاكمة قادة الانقلاب ومجرمي الحرب بعد 4 أعوام من ارتكابها مجازر وحشية بحق اليمنيين في منازلهم وأحيائهم السكنية، أمر لا يستقيم مع المسؤولية التي يجب أن تطلع بها تجاه الضحايا والقضية الوطنية. قد تحول ثلث القتلة إلى مناظرين وثلث في الطريق. مصطفى ناجي كتب تغريدة على صفحته في تويتر أيضا تحدث فيها عن استخدام إيران لوكلائها في اليمن، كما استخدمت غيرهم في المناطق في دول أخرى لإقلاق المنطقة العربية. إيران تستخدم وكلاءها الميليشياويين في المنطقة العربية كأوراق ضغط في سبيل جني المزيد من المكاسب ودفع العديد من المخاطر التي تطوق عنقها الفاجر. ميليشيا الحوثي وميليشيا حزب الله والميليشيا العراقية مجرد أوراق إيرانية لإلحاق الأذى بالمجتمعات العربية وصناعة الفوضى والموت والضغينة. همدان العلي كتب تغريدة على صفحته في تويتر تحدث فيها عن السلام الذي يجب أن يكون. السلام هو أن يترك الحوثة سلاح ومؤسسات الدولة ويعود منازلهم في صعدة وعمران وبقية المناطق بضمانات، ومن تم تهجيرهم إلى خارج بلادهم يعود إلى منازلهم بعدما يضمن سلامتهم وحياتهم، ومن ثم الإعداد لانتخابات الرئاسية والنيابية. هذا الحل عادل وليس فيه ضرر على أحد، مساواة وكل واحد يرجع بيته. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وحتى الملتقى أستودعكم الله.